بقول لك تقريبا لقيت حاجة. سلالم سرية. أعمق. زعماء العصابات عندهم مخارج زي دي. كان فيسك هيستخدمه لما سبايدر مان التاني جاله. كان لازم يبني أسانسير أسرع، كان عارف يهرب. يا ريت بلاش ندي الأشرار الخارقين أفكار، تمام؟ في دوشة في القاعة الرئيسية؟ يبقى التدريب تقيل النهاردة. عارف إنك مش عايز تتعب، بس في تلاتة تعبوا بعد اللي حصل. تلاتة؟ عارفين النيو فورم خطر إزاي؟ كنت عارف يا نوح. بس لو احنا كمان تعبنا، لو مش هتستحمل يبقى امشي. المجتمع السري ما عندهوش وقت للناس الضعيفه. سامع؟ النيو فورم بيتعب افراد المجتمع السري برضو. ما عندهمش رحمه في ده. نقلته النيو فورم بأمان؟ أيوة، المعمل اللي في الشمال. جانكي، نقلوا النيو فورم. مش أكيد إن الأسطوانة أمان، كانت سخنة بتعمل صوت ومش مستقرة. هو ده سبايدر مان الجديد اللي قوته غيرت التركيبة. قول للكل محدش يلمسه. مخابئهم، النيو فورم أكيد هناك. محتاج صورة أوضح، فهقدر أضيق الدايرة. ما عندناش معلومات عن المادة دي، هي ايه او جت منين؟ اخويا اخترع النيو فورم، كبير الكيميائيين وروكسون قتلوه. مش هبطل لغاية ما روكسون تنتهي. انتوا معايا؟ انت عارفة كده. حلو. محتاجة كهرباء من مولدات او بطاريات عربية او ايا كان، محتاجاها في دار العرض. سباي. فانا حتى عملت ايه؟ بس نفع. تمام، صرف انت امورك وانا هروح الخريطه اللي لقيتها واشوف اي ادله الاقيها. تمام، انا هفضل اهرب. ده مش هياخد وقت. هو مصاب، استمر. انا اقتله. ده تبعك. هو في كام سبايدر مان؟ هنخلص عليه. هقتلك يا سبايدر مان.
ركزت كويس في الصورة اللي في الخريطة. شكل المجتمع السري بيتسحبوا المواقع بناء قديمة تبع الفسك. ودار العرض فين اتكلمت على واحدة؟ دار عرض ها؟ دي حاجة ما تقولهاش يا جانكي. درامية. انت قلتها. ده اكيد دار عرض جيم. شكل المكان اللي فيه نيو فورم ده وجهتي اللي جاية. لو انت رايح دار العرض انا تمام. لو هتشوف مخابئ المجتمع السري الاول في حد ممكن يساعد. جميل، هضيف المخابئ لأولوياتي وهقولك لما اروح لدار العرض. هكون هنا بحاول اكتشف للعبة سبيد ناناجون بتفصل كل شوية. فين مش هتقابل المجتمع السري في جيم الا بالليل خالص. قدامي وقت عشان اشوف التطبيق او اي حاجه اعملها. كل المحلات ما فيهاش معدنات، كان لازم ابدا اشتري الحاجات بدري. لازم اتصل بطوكيو، هما دلوقتي الصبح ولا بالليل؟ ازيك يا سبايدر مان؟ عيد سعيد. يشرفني النهاردة إن أرحب برئيس قسم البحث والتطوير لطاقة تروكسون سايمون تريجر. السيد تريجر، الفترة اللي فاتت كنت بتروج لفوائد مفاعلات النيو فورم بتاعتك، واللي المفروض يكون أول واحد منها في هارلم قريب، ومع ذلك لسه في انتقادات حواليه. طيب يا جونا، خليني أقول لك قد إيه شرفني ويسعدني إني في برنامجك. أوه تمام، أحرجتني. وأيوة أنت صح، إحنا بنواجه مقاومة، وخصوصاً من ريو موراليس اللي واضح إنها عاوزة تبقى عضو جديد في مجلس المدينة في الانتخابات الخاصة اللي جاية. وأنا بحترم السيدة موراليس جداً، هي ذكية وقدوة هائلة للشابات، بس أظن إنها موجهة طاقتها للمكان الغلط. مفاعلات النيو فورم بتاعتنا هتخلي المدينة أحسن وهتبقى وطن أحسن لسكان نيويورك، بس بيتهيألي إن في
ناس عندها مشاكل مع التغيير. خلينا اقول لك على نصير، من راجل ناجح لراجل ناجح زي، عارف انا بحب اقول ايه لفقادي؟ انت ومنصبك اللي فرحان بيه. تمام، انا معجب بقناعتك، انت راجل ما بيخافش انه يدفع غرامة مقابل وجهة نظرك. غرامة؟ انت يا جاري قد ايه؟ لا شكلك كده هتحبسني. لو بس اعرف فين بتخطط تعمل ايه بالنيو فورس وعرفت تاخده منها هيبقى يوم سعيد. معاك حق يا جانكي، المجتمع السري منتشر. المجتمع السري بقى مفتوح. كمل شغل عليها. الحاجز مكهرب. مش لطيف ابدا. بدلتك بتقول ان التيار كان 300 كيلو جول، ازاي ما توجعتش قوي؟ اظنها مزايا الكهرباء الحيويه، مستحيل كل الكهرباء دي تتولد محلي.